جيت لكم في فيديو جديد من فيديوهات الشعر اللي انتوا بتحبوها. اللي عنده اي مشكلة في شعره، مش عارف يطول شعره، في تساقط في قشرة، حابين تتفرجوا على التجربة بتاعتي اللي عالجت شعري فيها من التلف، اي مشكلة او انواع الزيوت وطريقة حمام الزيت هتلاقوا عندي لما تخشوا عندي في القناة قائمة كده او بلاي ليست اسمها عناية بالشعر. دي فيها فيديوهات شعر كتير عملتها، تقدروا تخشوا تتفرجوا عليها. واللي ما يعرفنيش يعني واول مرة يشوفني، انا ميرنا، دكتورة صيدلانية مهتمة بالشعر والبشرة. ولو عندكم اي سؤال حابين اجاوبكم عليه سيبولي تحت في الكومنتس اسئلتكم، ويلا بينا علشان نبتدي النهاردة فيديو التقصيف بتاع الشعر اللي بيعاني منه بنات كتير. الشعرة بتاعتنا عبارة عن حاجتين بيخلوها شعرة مرنة، يعني مش ناشفة، هي المية والدهون. ولو نقص اي حاجة في الحاجتين دول الشعرة بتنشف وبتجف وبالتالي بتتقصف. التقصيف ممكن يظهر على شكل يعني كذا شكل، في انواع كتير من التقصيف. في مثلا نلاقي الشعرة من تحت مقسومة نصين او ثلاثة او اربعة، ممكن نلاقي في زي نقطة بيضة خالص كده في طرف الشعرة اللي هو بداية بقى ان هي لسه ما اتقسمتش، الطرف بتاعها بينشف قوي كده وبعدها هيتقسم. التقصيف ده بيأثر على الشعر جدا، بيخلي الشعر يتكسر من النص، بيخليه كله كده مش طول واحد، ويخلينا ان احنا نعمل غلطة كبيرة وهي ان احنا نقعد نكوي الاطراف علشان ما يبانش. بالنسبة لسبب التقصيف اللي مهم ان احنا نعرفه وهو حل مشكلة التقصيف كلها، هو الجفاف. الجفاف يعني ان الشعرة ما يبقاش فيها مية كفاية، او ان هي ما يبقاش فيها دهون كفاية تحافظ على المية اللي موجودة في الشعراية. فعلشان نحل مشكلة التقصيف لازم ان احنا نهتم بالترطيب. هتم بالترطيب من جوه الجسم عن طريق ان احنا نشرب مية كتير، 2 لتر او 3 لتر في اليوم. 2 لتر ده على الاقل، 3 لتر مية نشربهم في اليوم، علشان المية دي هي اللي هتوصل للشعر. كمان غير الشعر هتحسن من صحة الجلد وكده. كمان الترطيب من بره الشعرايه عن طريق بقى حاجات كتير قوي هنناقشها دلوقتي، وهقول لكم على اهم نصايح علشان نتخلص من التقصيف ونهتم بترطيب، نحافظ يعني على الدهون اللي بتحافظ على الميه بتاعت الشعرايه ازاي. كل ده هتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده. من اهم النصايح علشان نودع التقصيف، اول حاجه ان احنا المقصف ده بالذات لو كان التقصيف شديد شويه لازم يتقص علشان ابتدي اعالج على النظافه. هو على فكرة بالمناسبة علاج التقصيف مش القص بس، القص ده هيخلينا ان احنا نعالجه كده على النظافة، وهيخلي الروتين اللي احنا هنقوله النهاردة هيبقى effective وفعال قوي مع التقصيف. لازم الشعر يتقص كل 6 شهور، وهنا انا مقصودش ان انا اقص الشعر طول واحد، يعني مثلا مش الشعر هيتسرح وهيتساب كده على الظهر من ورا وبعدين الراجل بالمكنه كده بتاعت الحلاقه ياخد ويساوي الطروف. لا، انا مش عايزه النوع ده من القص، انا عايزه كده خصله خصله يتقص المقصف منها. انت ممكن تعمليها في البيت لو تقدري تروحي لحد مختص يقص لك المقصف بس، يبقى كويس قوي. وفي كمان دلوقتي جهاز كده بتاع التقصيف بيشيل الشعر المقصف ده، كويس برده. اما لو احنا عايزين نعملها في البيت هنبتدي نمسك خصله خصله من الشعر كده ونشوف اي حاجة مقصفة ونبتدي ان احنا نقصها، او ان احنا نعمل حاجة تاني ان احنا نبرم الخصلة دي كده، وهنلاقي المقصف اصلا مش طول واحد طول الشعر، هنلاقيه طلع لبره كده، نبتدي ان احنا نقصه، نقص بس المقصف ده علشان نبدأ الروتين العلاجي بتاع التقصيف بتاعنا على نظيف كده، والشعر يستفاد يعني بالحاجات اللي احنا هنعملها معاه. وكمان خلوا بالكم التقصيف لازم نعالجه، لان التقصيف هنلاقوا ان هو بيأثر الشعر، يعني ممكن تبقى الشعرة مقسومة لو ملحقناهاش وقصناها التقصيف ده، او اسفة ان الشعرة تبقى مقسومة، ده ممكن يطلع على فوق ويكسر الشعر من نص، فالشعر بدل ما المفروض يطول ونبقى بنعمل له روتين وحاجات علشان يطول نلاقيه بيقصر. فالتقصيف ده مهم قوي ان هو يتعالج. تاني نصيحة علشان نتخلص من التقصيف ان احنا نسرح الشعر بمشطة واسعة. الاهم من المشطة تبقى خشب ان هي تبقى واسعة. انا ما يهمنيش المشطة اللي احنا بنستعملها تبقى خشب، اوكي، بس المهم ان المشطة بتاعتنا تبقى واسعة حتى لو بلاستيك. انا هوريكم المشطة بتاعتي، انا وريتها لكم قبل كده على فكرة، بس هوريها لكم تاني. المشطة اهي، محدش يسألني جايبها منين، لان انا جبتها وانا في ابتدائي من حوالي 15 سنة ولسه عايشة. اللي عايزه اوصله لكم للمشطه دي، اولا السنون بتاعتها واسعه، هي دي اللي بسرح بيها شعري. ثانيا بصوا على السنون بتاعتها، سموث جدا. لو جيت عملت كده على سطح الايد هي مش بتعمل احمرار
ولا حاجه زي الخدش كده، عارفين في مشاط بيبقى السنون بتاعتها الحرف بتاعها بيخربش، تيجي بتمشوها على ايديكوا تلاقيها بتعوركم. لا انا مش عايزه المشاط دي، انا عايزه مشطه السنون بتاعتها واسعه ويكون السنون بتاعتها سموث زي كده. لما بنيجي ننصح يعني عشان شعر الاطفال نقول دايما استعملوا مشطه السنون بتاعتها واسعه والسنون بتاعتها حنينه قوي على البشره. هو دي نفس الفكره. الفكره بقى ان المشطه دي ليها علاقتها بالتقصيف ان هي مش هتقطع الشعر، هتبقى كويسه معانا في التقصيف جدا، يعني مش هتقسم بقى الشعر ولا هتقطعه وكده. كمان احنا ممكن نستعمل المشطه الواسعه دي، او لو لقينا مشطه اوسع من كده في السنون، ان احنا لما نيجي نحط بلسم على شعرنا في الشاور نسرح البلسم كده، يعني نسرح البلسم وهو موجود على الشعر بالمشطه عشان يتوزع على كل اطراف الشعر. خلينا نقول دلوقتي الروتين بتاع التقصيف. زي ما قلنا ان علاج التقصيف هو الترطيب، وصدقوني الترطيب المستمر للشعر هو حل سحري للتقصيف. طيب هنرطب الشعر ازاي؟ الروتين بتاع الترطيب، اول حاجه قبل الشاور هنستعمل يا اما الكريم او الزيوت اللي احنا بنحبها، او حتى ماسكات الشعر الطبيعيه، بس اهم حاجه ان هي تكون بتطري الشعر، احنا نكون مجربينها وعارفين ان احنا لما بنيجي نغسل شعرنا بيبقى شعرنا طري وهيلثي وشكله حلو. انا ايه اللي عملته علشان اتخلص من التقصيف؟ كنت بعمل دايما قبل الشاور حمام زيت، ولسه بعمل على فكره حمامات زيت قبل الشاور. خليني اقول لو انا بغسل شعري مرتين في الاسبوع، ففي مره فيهم بستعمل حمام زيت. انا دلوقتي حاليا يعني بستعمل الزيت ده اللي هو بتاع دكتور ميركل، بعمل بيه حمام زيت على شعري وبلبس البروكاب الحراري وبس، هو ده. في المره الثانيه في الاسبوع قبل الشاور بعمل ماسك على شعري. انا لسه النهارده حتى عامله ماسك جل الصبار بالعسل، حلوين جدا مع بعض ان هو يطروا الشعر جدا. طيب حمام الزيت او حتى الماسكات الطبيعيه دي لما هتطري الشعر وبالذات اطراف الشعر هنلاقي ان التقصيف بيبتدي يقل معانا. رطبنا شعرنا قبل الشاور، نخش بقى جوه الشاور مش عايزين نستعمل واحنا بنغسل شعرنا اي حاجه تنشف الشعر، فبالتالي لما هاجي استعمل شامبو وبلسم هخلي بالي ان الشامبو والبلسم بتاعي يكون خالي من السلفيت. الشامبو اللي انا بستعمله حاليا اللي هو بتاع سيرو بايب ده ما فيهوش سلفيت، بس انا مش عاجبني الشامبو ده قوي ك يعني ايه كنتيجه قصاد السعر. يعني انا بحب الشامبو بتاع تريتو اكتر اللي هو تريتو انتي فريز، هسيب لكم صورته. الاثنين دول او الشامبوهات الطبيه اللي موجوده في الصيدليه اغلبها بيبقى يعني ايه سلفيت فري، والسلفيت دي ماده اي نعم هي اللي بتنضف فروه الراس من الزيوت كلها، بس هي اللي بتنشف الشعر برده. فنقدر ان احنا نستعمل الشامبوهات دي، وبعد ما نخلص غسيل الشعر بالشامبو نحط البلسم. في ناس ما بتحبش تستعمل بلسم، ايه بديل البلسم؟ حمام الكريم. حاليا ومن زمان على فكرة انا بستعمل البلسم بتاع تريتو. بعد ما بخلص غسيل شعري بالشامبو ببتدي احط البلسم على اطراف شعري، والبلسم ما بيتحطش ابدا على فروة الراس يا جماعة، البلسم بيتحط على اطراف الشعر بس، يعني من اول الشعر من هنا مثلا لحد تحت المقصف بس. الناس اللي شايفة ان البلسم مش كفاية علشان يطري لها شعرها وعايزة حاجة اتقل وترطب الشعر اكتر من كده، ممكن تستعمل حمام كريم. بعد ما بنغسل الشعر بالشامبو وبيتشطف نبتدي نجيب الكريم، زي مثلا انا برشح لكم الكريم بتاع سولو مارت او الكريم بتاع كانتو، الاتنين كويسين قوي، بيتحطوا برضو على طروف الشعر بعيد تماما عن فروة الراس، ويدهنوا كده على الاطراف والشعر بيتلف ويتحط عليه البونيه البلاستيك، ونستنى 10 دقايق. 10 دقايق دي بقى ممكن نكمل فيها الشعر بتاعنا لحد ما الماسك او يعني حمام الكريم حطيناه على شعرنا يجيب النتيجة بتاعته والمفعول بتاعه. ما بنطلع من الشاور برضو محتاجين ان احنا نرطب شعرنا. في حاجة واحنا طالعين من الشاور غلطة كبيرة يعني اغلبنا بيقع فيها، ان احنا ننشف شعرنا بفوطة. الفوطة الخشنة من اكتر الحاجات اللي بتقصف الشعر وبتنشف الشعر، عشان بتسحب كل المية الموجودة في الشعراية وبتخليها كده بلا اي مية. فالحل ان احنا ننشف شعرنا يا اما بتيشيرت قطن يا اما فوطة مايكرو فايبر. لو عايزين نجيب فوطة مايكرو فايبر نجيبها، موجودة على نون على فكرة. لو مش عايزين ممكن نستعمل تيشيرت قطن كده عندنا، ان احنا ننشف الشعر وبطريقة الطبطبة مش بطريقة الشد. الشد ده الناس اللي هي بتلف شعرها بالفوطة جامد وتقعد تعصر كده وتشد، ده بيقصف الشعر جدا وبيقطعه. لا احنا مش بنحارب. احنا هنجيب التيشيرت كده ونقعد نطبطب كده على الشعر علشان بس ايه ينشف شوية.
وطلعنا نشاور بقى وعايزين نسرح شعرنا. انا بفضل ان الشعر يتسرح وهو مندي، الا اذا كان شعر جاف جدا او شعر كيرلي اكيد لازم هيتسرح وهو مبلول، علشان ما ينفعش يتسرح وهو ناشف خالص. هنستعمل حاجه تطري اطراف الشعر برضو علشان تقلل التقصيف، اللي هي ايه، يا اما السيروم، وده السيروم اللي انا بستعمله على فكره قلت لكم عليه كتير قوي قبل كده، هتلاقوه في الصيدليات الكبيره قوي. هسيب لكم برضو يعني صيدليه عندها السيروم ده تحفه جميل جدا. او لو احنا مش عايزين نستعمل سيروم عند التسريح وعايزين حاجه نستعملها اكتر ونرطب بيها اطراف الشعر بشكل يومي، انا برشح زيت بذور العنب من نفرتاري، ده كويس جدا للتقصيف والاطراف الشعر المقصفه. والميزه فيه حاجتين، اولا ان هو زيت خفيف جدا، فلما تحطوه على اطراف الشعر مش هتحسوا ان الشعر ملزق، دي حاجه. الميزه الثانيه ان هو ملوش ريحه، فلو هتستعملوه بشكل يومي مش هيبقى ليه اي ريحه مزعجه اللي هي ريحه الزيوت، ومش هيلزق الشعر جامد لان هو زيت خفيف. كل اللي بيعمله بس ان هو يحافظ على الشعرايه من التقصيف، يعني يحافظ على الشعرايه من الجفاف. وبالنسبه للناس اللي بتستعمل حراره على شعرها سواء كان بيبيليس او كان سيشوار، انا برشح ان احنا لازم نستعمل سبراي، حاجه كده هيت بروتكت واقي من الحراره قبلها علشان يغلف الشعرايه ويقلل الضرر اللي هي هتتعرض له. برشح لكم الهيت بروتكت بتاع شي وبتاع تريزيمي. بكمالة روتين الترطيب اللي احنا هنمشي عليه بين الغسلة والغسلة، يعني احنا بنغسل شعرنا مرتين في الاسبوع، في النص كده لو حسينا ان الشعر محتاج ترطيب ممكن ان احنا ندهن زيت خفيف قوي زي زيت بذور العنب على اطراف الشعر. وفي النهاية لازم علشان نحافظ على شعرنا من التقصيف ونعالج التقصيف، لازم نبعد عن الحاجات اللي هي اصلا من مسببات تقصيف الشعر. اي حاجة بتنشف الشعر هي سبب في تقصيف الشعر، زي مثلا التعرض للشمس باستمرار، فنحاول لو احنا بنخرج بشعرنا في الشمس نحاول احنا نلمه علشان نقلل الجزء اللي بيتعرض للشمس. النزول في البول المليان كلور ده بينشف الشعر. الحل هنا ان احنا نحط زيت على الشعر، زي مثلا زيت اللوز الحلو على الشعرايه كده علشان تحميه من وصول الميه ومكلور كده للشعر. الصبغات والحراره والسشوار الكتير بيقصفوا الشعر جدا، احيانا كمان قص الشعر بطريقه غلط ده بيقصف الشعر، وتسريح الشعر بطريقه غلط بيقصف الشعر بالمشطه الغلط كمان. عشان كده قلت لكم ان احنا نسرح بمشطه واسعه، ولما نيجي نسرح نسرح من تحت كده، نسلك الشويه اللي تحت الاول وبعد كده نبتدي نسلك الحته دي وهكذا لحد ايه ما نوصل لفوق، ما نسرحش ابدا من فوق لتحت. ولازم كمان لما نيجي نشف شعرنا ما نستعملش الفوطه الخشنه ونقعد نشد في الشعر، ده برده بيقصف الشعر جدا. الحاجات دي كلها قلت لكم عليها ان احنا نبعد عنها، او الطريقه اللي هي بتاعه الترطيب، روتين الترطيب ده لو مشينا عليه، مع طبعا ان احنا نقص الشعر في البدايه قبل ما نمشي على الروتين بتاع الترطيب، ده الطريقه يعني المضمونه 100% ان انتوا تتخلصوا من التقصيف. وفي نفس الوقت لو فضلتوا ماشيين على الروتين ده هتلاقي ان انت شعرك اصلا مش بيقصف، مفيش عندك بقى السبليت انس والشعره المقسومه نصين والحاجات دي كلها. لو عندكم اي سؤال سيبهولي تحت في الكومنتات هحاول ارد على كله. وكالعاده هسيبكم ثواني مع الكود بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير وتشتركوا في القناه لو ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. باي باي.